دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد الجويه بتتوقع النهارده ان يشهد اليوم استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحراره، ليسود الطقس معتدل في الصباح الباكر حار نهارا على اغلب الانحاء، معتدل الحراره ليلا وفي الصباح الباكر ايضا. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. الناس كلها فرحانه جدا ومبسوطه باحوال الطقس اليومين دول. الطقس الصبح بيكون مش حار جدا، وبالليل الجو بيكون لطيف قوي لدرجه هو ساعات بيكون برد بالليل. يعني هو طبعا بالفعل يمكن احنا بنشهد خلال هذه الايام انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه فترات النهار وايضا فترات الليل، وكمان اجواء خريفيه بامتياز في معظم المحافظات، لان معظم المحافظات بتشهد انخفاض قيم درجات الحراره، وكمان نسب الرطوبه بدات تقل بشكل كبير، واحساسنا بوجود نسب رطوبه في الجو قل بشكل كبير. ده فعل وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده يمكن بيعمل على وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتظهر خلال فترات النهار، فبتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتساعد على احساسنا بانخفاض قيم درجات الحراره والاجواء الخريفيه. العظمى على القاهره اليوم متوقع ان هي تكون 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، وتحديدا كمان في وقت الظهيره. فاجواء فتره النهار بتكون اجواء ما بين المائله للحراره، ده 30 دي درجه حراره مثاليه زي ما بنقول يعني. بالفعل اجواء خريفيه، اجواء معتدله بشكل كبير. يمكن فتره النهار الاجواء بس في وقت الظهيره مع وجود اشعه الشمس بتكون، ولو انا بتحرك تحت اشعه الشمس كمان، بتكون ما بين المائله للحراره للحره في معظم محافظات الجمهوريه. التحسن اكثر بالفعل كمان بيكون فترات الليل، احنا بدانا نحس فترات الليل اجواءها معتدله تماما في معظم محافظات الجمهوريه، بل كمان المدن الجديده الاماكن المفتوحه بشكل كبير بتحس ببعض البروده الخفيفه كده، خاصه فتره الليل المتاخر او في فترات الصباح الباكر، لان الصغرى كمان فتره الليل انخفضت ل 20 21 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، لو في مدن جديده هحس كمان اقل من ال 21 درجه مئويه. كمان في فترات المساء ساعات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح، بتحس كده بعد فتره المغرب وجود نشاط للرياح بيخلينا نحس بالجو برد اكتر. بالظبط، ده بيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، مع الاستقرار اللي احنا بنعيشه في الاحوال الجويه. الشبوره طبعا بتكون الظاهره الجويه المؤثره في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هتظل شبوره مائيه خفيفه تتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، مش هتاثر تماما على حركه المرور، بالاضافه كمان عندنا اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 1 إلى 1.5 متر، مؤهل اعمال طويل الملاحه البحريه واعمال التنزه. البحر الاحمر ايضا معتدل ارتفاع الامواج من 1.5 لـ 2.5 متر، نخلي بالنا بس من التعمق داخل البحر الاحمر، لكن بصفه عامه اجواء عايزين ننوه ده عن ده يا دكتور، لان طبعا احنا في لونج ويك اند، ففي ناس كتير يا اما في الساحل يا اما في ناس برضو سافرت الغردقه ومنطقه البحر الاحمر، فحابين نعرف من حضرتك فعلا بتقولي ان البحر الاحمر يعني في ارتفاع طفيف في الامواج. هو داخل عمق البحر الاحمر بالفعل في ارتفاع في الامواج بيوصل لـ 2.5 متر، فهنخلي بالنا بس ونكون حذرين، يعني بلاش نتعمق داخل البحر الاحمر بشكل كبير، لكن قيم درجات الحراره منخفضه تسمح ان احنا نستمتع بالاجواء فتره النهار وفتره الليل. البحر المتوسط معتدل تماما، ارتفاع امواج مناسب تماما ان احنا نستمتع بالاجواء، لان بالفعل احنا عندنا فتره اجازه مكمله معانا لحد بدايه الاسبوع اللي جاي، والاستقرار ده في الاحوال الجويه كمان مكمل معانا لحد الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، مش هنلاقي تغير كبير في قيم درجات الحراره. يعني احنا العظمى على القاهره الكبرى هتظل ما بين 30 ل 31 درجه مئويه خلال فتره النهار خلال الفتره اللي جايه كمان الاسبوع اللي جاي، مفيش اي ظواهر جويه ممكن تخلينا يعني او بتاثر على اي اعمال انشطه يوميه، هو فقط احنا بنقول نخلي بالنا لو احنا هنخرج فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر يفضل ان الملابس تكون ملابس خريفيه او معانا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحراره نبتدي، تجنبا طبعا لاي نزلات برد. القياده تكون بهدوء تام فتره الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، ونستمر طبعا في المتابعه اليوميه للنشرات الجويه.
اكيد، عشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر لحاله الطقس. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 30 الصغرى 21، العاصمه الاداريه 30 21، الاسكندريه 29 20، العلمين الجديده 28 19، مطروح 27 19، دمياط 29 22، بورسعيد 28 22، اسماعيليه 31 20، السويس 30 21، العريش 28 21، كاترين 26 12، طابا 30 23، حلايب 33 25، شلاتين 34 26، شرم الشيخ 34 25، الغردقه 34 23، الفيوم 32 20، بني سويف 32 20، الوادي الجديد 36 21، اسيوط 33 19، سوهاج 34 22، قنا 36 23، الاقصر 37 21، واخيرا اسوان 38 23. احنا بنعيش اجواء خريفيه معتدله لطيفه جدا، لكن نخلي بالنا طبعا من الفرق الحراره، درجات الحراره ما بين النهار وكمان الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر واولادنا رايحين المدرسه، لازم يكون معانا جاكيت خفيف، لان فعلا الجو بيكون فيه هواء بارد شويه مختلف عن الاجواء في النهار، فعشان ما نتعرضش للنزلات البرد وحساسيه الصدر.